السلام عليكم. اطلقوا. وعليكم السلام. تفضل عمو، هدول الخبزات بعتت لك ياهن ماما. اخ هذا خبز بلا مدعوم بلا سياحي. خلي ببلاش، بدنا نستعير من عندك طنجرتك الصغيره. ليش وين طنجرتكم؟ بدنا نطبخ لعمه كواج، وطنجرتنا كبيره على الطبخه. كبروا الطبخه شوي واعملوا لي سكبه. ايه مو محرزي، كل هاللي جايبينهم كوسايتين وبتنجانه. قطعوا ايدهم، فوتي خديها من المطبخ. امسكي سبقيني لفوق. قبل ما تبلينا كم طعش فيها؟ قبل الطعوجه تشاورتوا مشان الزياده؟ لك بيقول المثل طعم التم بتستحي العين، وانت الخبزات بايدك وعينك هي. لك شو دخل هاي بهي؟ هدول الضيافه. وانت ليش ما تضيفنا الاوضه جمعه زمان؟ لك وين خافيه؟ لحظه جيتك، لو ما بخفيها كانت راحت من 10 سنين. مرحبا. نعم. أم قول يعني مرحبا. يا أهلين. عجلي حسنا، ناطرتك. معناتها حضرتك الأنسة يا مال. وبدل عوني صطيف، إذا حابب تفهم. مرحبا. أهلين. أنا جاركم الجديد، إذا لازمكم شي يعني. شكرا، مو لازمنا شي. ما لقى غير ينفع لنا رجال مقابلنا. شو بدنا فيه؟ هو بحاله ونحن بحالنا، مع الأساس ما بيأجر غير عائلات. ليش رديتي سكرتي؟ افتحي منشان تتهوى الاوضه. خليه مسكر استر مشان ما ريحه العفونه. لك هذا فاتح شباكه وعم ينوضر لهون. منو ها؟ جارنا الجديد. العامة ما اجقره. افتحي الشباك وخلي البرداية مسكرة. هذا يظهر ما فهم شو يعني صطيف. ولك تعي هلأ بلا مشاكل. لك انت ما فيك ذوق. ليش؟ شو عملت؟ قال شو عمل؟ قال ضروري تقعد وتنظر على شباكنا. لا انا ما منظر، بس الدنيا شوب يعني، قلت يا حالي لقيت هوا شوي. ونحن نختنق منشان حضرتك. سلامتك ان شاء الله انا ولا انتو. توهي ولا ما بتزبط معك التهواية الا هيك؟ يعني مو بقصدي، مدري ليش خطف نظري هيك لعندكم. قال خطفت عينه. قال
الحمد لله علقت. نعم اطلاوطي. انت بتقبل حدا ينظر على بناتك؟ لا والله لا والله ابدا. اصبح سكر شباكك ونضبب اوضتك. امروكا امروكا مولاي. واذا بتعيدها فهمك شو معنات اسمي الدلع سطيف. لا يعني سكر طاقه التنفس تبعنا. وخليها مسكره. ان شاء الله هنا. يسلموا. تفضلي تضيفي سكره حلوه عند اللقاء. هذا اللي بيقولوا له مجمع الافراح. اي نعم هذا هو. وان شاء الله ان شاء الله بس الله يتمم بالخير بدي ضيف كاتو على كريمه. لا هي علينا. انتوا مكفينه وموفين اصلا كله من خير هالمسرح. لحظه عمو ابو الهنا. نعم خد اعطي له بوفيه حق الفنجان. لا لا عمو دفعت له انا دفعت له اليوم ضيافي على حسابي لكل الفلانين. ايه بس هيك كثير معاشك ما بيلقى. انت مو بتحبيني اكون فرحان؟ انا هيك بفرح. خلص قبل. شكرا. انسي دعني يعني كاني شفت انه اليوم الفصل الاول احلى من كل يوم. مثل كل يوم بس انت لانك فرحان بتشوف كل شيء احلى. بجوز او نحن اشتغلنا افضل لانه فرحانين على فرحة. هي هي شفتي هي. حتى انت اليوم عملت دورك احلى. شفتيني اليوم كيف قلت له امرك مولاي عملت راسي هيك عنفوان يعني. وامتى حتجيبها لنتعرف عليها؟ ما بعرف لانه لسه هي لهلا ما بتعرف انه انا ابوها. وامتى حتعرف؟ ليقول لي رامز انه صار الوقت المناسب. ولما شفتها شو حسيت؟ حسيت انه قلبي نط من جوا وقعد على شباكها. حلوه قمر والله يا قمر يا رامز لو تشوفها بس. وشو كانت لابسه لما وصلت؟ كانت لابسه بنطلون جيمز ازرق يعني وطاقية هيك مثل الصبيان. لو تشوفها لو تشوفها يا رامز. وامتى وصلت؟ يعني بعد ما مشيت انت بشي خمس دقائق. معناتها شفتها. امتى شفتها؟ لما طلعت من عندك شفت بنتين دقروا قدام الباب بعدين كملوا. قلت لحالي مو هني بس على هالوصف اكيد هني. والحمد لله الحمد لله طالعه بتشبه امها. ما بتشبهني ابدا يا رامز. بتعرف بيقولوا انه اذا البنت تشبه الام بيكون الاب بيحب الام اكثر. شايف قديش كنت احب امها يا رامز. وشايف قديش الحياه حلوه. ايه بصراحه اوقات حلوه بس ما تكون حكيت معها شيها ابدا ابدا ولا كلمه. يعني ما حكيت معها؟ انا ما حكيت معها هي حكت معي. شو قالت لها؟ اول ما شافتني نزلت في بهدله. اف من اول لقاء بهدله؟ هاي مو خبريه. ولشو البهدله؟ شني قاعد على شباكي وما طلع على شباكهم قام قالت لي سكر شباكك ضبي اوضتك. قلت لها امرك مولاي. هاي مقدمه خير معناته البنت صاينه حالها من جهه وقد حالها من جهه ثانيه. واسمها الدلع سطيف. من امل لسطيف؟ ايه قد مو جدعه. حلو سطيف رامز حلو سطيف. هي تبهدلني وانا مبسوط رامز. ضيف سكاكر عم اقول لك. وهي تبهدلني وانا مبسوط. ضيف وحده تانية مشان الوالده اسمني انا مبسوط. صحيح بتسلم عليك كثير. قال مشتهي تبعت لك شيء اكله على المسرح. بقى شو مشتهي لتطبخ لك؟ كتر خيرها هلا مطبخ سندويش وماشي حالي. يا حضيف حالي
سكر رأس مني مبسوط. وقال أول الزيارة مع أمل بتكون لعنده. هذا واجب، بس أنت زبط لنا الوقت المناسب. قريب إن شاء الله، بس لندرس الجو شوي. طيب عمو رامز، فيها شي مسؤولية إذا كان هلأ قفلت المسرح ورحت هيك ساعة زمان؟ لوين بدك تروح؟ فكري روح اطمن عليها بهالليل، خايف أبو رغد يضايقهم ويطفشهم يعني. لو أبو رغد طالع لهم معه شي ما كان كلفك بهالمهمة. مزبوط عمو رامز، بس تعرف أنت يعني قديش قلب الأم بيغلي على بنتها. طيب رحلك أنت شي ساعة زمان، أنا بقعد بنطر محلك هون ومنه بخلص زاوية الجريدة. كتر ألف خيرك عمو، كتر ألف خيرك. بس بكرة بدك تجي لعندي ها لبيت أبو رغد مشان أرجيك إياها وبعدين بعزمك الغداء. على سندويش مطاول؟ لا دوار. بتعرفي حسنا؟ حسنا؟ حسون؟ ولك اندفسي بقى، اندفسي! ما حسيت انه هالرجال له غاي؟ رجعنا لسيرته ولك تضربي انت وياه. يا اختي بعيونه في طيبه، وانا بعرف النوايا من النظره الاولى. هلا انا هذا همي، ولك نامي بقى نامي. لانه من النظره الاولى بصير الكونتاك، صرتي شارحتي لي اياها 100 مره. انت شو رايك؟ عمولي حبيبتي بدي نام، بوس ايدك. امسكي مجقيه لأدركك تنامي. ولك تضربي، بدي نام، بدي نام يا غليظه. وهل يطيل النوم عمرا او يقصره طول السهر؟ اموله حبيبتي ضناي، انا عندي دوام بكره، عندي شغل. اي صحيح، وانا الثانية لازم نام عشان فيق بكره الصبح دور على شغل. الحمد لله نوم الظالمين عباده. صحيح، لا تنسي بكره تروحي لعند الاستاذ عبد الرحمن وتحكي له شو صار معك. شدي بدي نام. بقى شعل ضوء. منو هاد؟ جارنا الجديد. فتح البرداية نوضر لهون. يخرب بيته. سكر البرداية، طفى الضوء. ايه معناتها نام. يلا ننام. حط كرسي على باب الأوضة وقعد. دربستي الباب. قومي جري معي. جاي على بالي اطلع انقرو شي بوكس. هلا بلا مشاكل وجرصه بهالليالي. بعلمي عيونهم فيه طيبة. والله شي بحيير. يسعد لي هالمساء ابو الهنا. اهلين ابو رغد. شايفك قاعد برا. ايه بالاوضة شوك، طلعت اتهوى يعني. ايه بالي شغلك بالليل. مزبوط، بس اخذت اجازة ساعية، قلت لحالي بجي بورد عندك هون. حسيت عليك المأجيد، قلت لحالي اجي اسألك شو صار معك. بإيش؟ مع الممحوتين. شو بنا ولا ما بدك اقسم لك 25 ورقة؟ هيئة الشغلة اخي ابو رغد بدها طولة بال يعني. انو بال؟ رح يطالعوا روحي قبل ما يطلعوا. وطي وطي صوتك، حرام بيكونوا نايمين هلا. يعني انا كمان مو حرام؟ كلياتنا كلياتنا حرام. بدي اسمع اخبار طيبة على بكرة. ها اذا بدك تسمع اخبار طيبة لا تفتح راديو.
بدي اسمع الاخبار الطيبه منك مو من الراديو. يلا تصبح على خير. وانت من اهله فهمتي شي؟ كانه شو فهمتي؟ ابو رغد مو حال لعنا ليطفشنا او نزود له. ايه ومنين بدنا نزود له؟ منشان هيك اجر هالزلمه ليطفشنا. بس قال له خطي بيكونوا نايمين. شو يعني؟ يعني رجعت اتعقدت. يا اختي في بعيونه طيبه. وليش طالعوكي بقى؟ مثل العادة كله بده يتمدمد. كنتي قولي له لمدير المعمل صاحبي. المشكلة مع أعلم منه. ومين أعلم منه؟ ابن صاحب المعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو؟ شايفة لسه نص الطبخة بيظهر ما حبيتها؟ من ايدك وما حبها ولو. لكن الجيران كانوا نادرين ندر، ذبحوا خروف، بعثوا لي شوية مشوي. الدهنة ما بتسوالك، كيف بتاكل مشوي؟ بيعرفوا اني هالشي بيعرفوا، لذلك ما بعثوا لي دهنة غير نسرة صغيرة. نسرة ولا أكتر؟ حتى ما يصير كذب، نسرتين. ثلاثة، أربعة، والله بزعلها. خلص. خلص هاي اخر مره. لقي والله الواحد احيانا بيشتهي. بيشتهي اللي بيضره. هلا ناوليني هالدفتر، ناوليني لاتذكر حدا من اصحابي القدم. حاكم عم بنسى يا. وليش بدك تتذكرهم اذا هن نسيوك؟ لقي بركي بشوف لي شي واحد منهم ابن حلال ابن خير بيساعدك بشغل. هلا بدي اقعد اسبوع بلا شغل. بدي اعمل يوغا فكريه. وشو هي اليوغا الفكريه؟ بدي اقعد اصفن، بدي اشوف انا غلط ولا المجتمع. لا والله يا بنتي انت مو غلط. ايه صحيح. كيف حسنا؟ شو بيظهر ناوي لك على شي جوازي؟ انا ناوي لي على جوازي. لك ليش بتضلك تسال عنا هيك مراء؟ حابب افهم. شو بدك تفهم؟ لك شو واقف عم تعمل هو؟ ممنوع الواحد يوقف هون يعني؟ هيك شي يعني معلش اذا وقفت هنيك؟ لا مو معلش. هلا صار انا لازم افهم بقى. افهم بالتي هي احسن، احسن ما فهمك بالتي هي العان. فهمني يا شوف. انت شو واقف عم تعمل هون؟ سبق وسألتني هالسؤال. انت من هالحاره هاي؟ لا انا من هذيك الحاره. وشو جابك الحاره؟ جيت بالسرفيس. ما بده يفهم. وينك؟ حالف يمين ما اضرب حدا اليوم، بس الظاهر يميني بده يفقس. فقسه اخي بالمشرمحي. ليش واقف هون عم تبحلق بالشبابيك؟ لا انا اما بحلق بهذا الشباك بس. قربنا نفهم. هذا شباكك شي؟ لك شباكي ولا مو شباكي، المهم شباك بحارتي. لك ليش واقف عم بتبحلق فيه؟ ليش الله خلق لنا عيون مو مشان نطلع؟ لك بيطلع الواحد مو بينوضر. وشو الفرق اللغوي بين التطلع والنوضرة والبحلقة حسب ابن رشد؟ ما بتعرف شو الفرق؟ لا والله. اخي من مختصره، احمل حالك ونوضر غير هون.
طيب ممكن ابقى هون وطلع بدون ما نظر؟ لك لا هون ولا غير هون قضوي، لانه طلع قلي. ها صرنا اثنين، بس انا لسه ما طلع خلقي، لكن بعد شوي بده يطلع. لك لو كان عندك خلق كان طلع. انا بطالع خلقي امتى ما بدي. لك اذا لك خلق طالع كرمال الله. انت بتعرف تقرا؟ وصلان للخامس. ما شاء الله حولك، باين عليك سادس. مسيك دكتور اقرا لي هالديباجه شوف. قبل ما اقراها انا ما عندي استثناءات. هي ورقه حسن سلوك احيانا ها من مدير السجن المركزي. حبست 20 سنة لاني ارتكبت جريمه قتل، وما عندي مانع كررا 20 سنة ثانيات اذا الله سبحانه وتعالى اعطاني عمر وطلع خلقي. لك حبيبي مو هيك القصد يعني. لكان شو القصد؟ القصد يعني انه بلكي كان ورا الشباك شي حرمه. لا بعرف انه هذا الشباك للاستاذ عبد الرحمن. هو مزبوط، بس ما يطلع حكي على الحاره يعني، وانت بتعرف شو. يا سيد امر تعي شوفتها. امور انت من الحاره شي؟ لا والله مو من الحاره. استلمه خير. عن اذنك، شني انا مستعجل يعني. الله معك، إمتى ما حبيت تعال نضير. شكرا. وانت طالما مالك من هالحاره، لك شو جاي تعمل هو؟ اسمح لي اقعد جنبك؟ بيطلع علينا حكي. بعد 6 أولاد؟ قال يعني ما بده يحكي معي. قلت لحالي أكيد بلاقيك هون، حاكم بعرف إنه هالقرنة غالية عليك كتير. وشو عرفك؟ إيش ونسيت شو كنت تجيبني لهون؟ كنت تشتري لي بواري دندرمة لما كنا خاطبين. وأوقات كنت أشتري لك كمان كاجوزة. هلا بالله حردان، لك المرة بتحرد مو الرجال. إيه ما عم تقبلي تحردي؟ كل ما حرديت بتقولي لي انت اطلع، هذا بيتي اشترى لي يا اخي تحسين. او اذا قلت لك بتعرفني نكدي تحملني. الواحد بيتحمل يوم يومين مو طول العمر. هلا ما حرزه تعملها حرده، اذا قلت لك بدي براد تاني. منين بدي اجيب لك والبراد كله لايش؟ عشان نحط الاكل الزايد فيه. ليش هالاصابه اللي عندنا بالبيت عم يتركوا شي وتكي وتكي لنحطها بالبراد؟ إذا البطيخة عم نجوروها نجورة مع قشرها. مهما كان غير وجهها قدام العالم، عندها برادين. إيه مرت أخي عندها 3 برادات وفريزان. بصراحة أنا مالي قدرة تحسين بيك، وتحسين لعلمك الله يوفقك لا تقولا. مو حرامي، بس كل واحد على قد سجادته بمدرجلي. بس احنا ما عنا سجادة، عنا بصار. ولي معناته في خناقة جديدة مشان السجادة. لا مو اليوم، بس انت الحق عليك ما عم تقمعني لما بلش قر. ايه ما عم تنقمعي، مالك عم تنقمعي. كل يوم على اخي تحسين وكون بريم، كون بريم واخي تحسين. القمع مو بالحكي، عمرك ما هنيتني بكف. انا بعمري ما مديت ايدي على حرمي. انا مو حرمي، انا مرتك. ايش كون ربك انه هالشهر ما تخان انا غير 12 مرة؟ لساتنا باوله. لا صرنا 15 الشهر. أصلاً أنا بعمل لك مشاكل لأنه بعرفك بتحب المشاكل، وبالشغل ما عم يسمحوا لك. بعمري ما شفت ناس بتخاف من مشاكل قدهم، مع إنه شغلتهم كلها مشاكل وبربيك. هلأ شو بدنا فيهم؟ خلينا بحالنا. والولاد دريوا إني أنا حردان؟ لا، قلت لهم رح يقرأ الفاتحة على قبر سته. الله يرحمك يا تيتي. فاصولية بزيت. هلا مشان خناقة بكرة شو بدنا نقول هون للولاد؟ هلا قوم نقرأ للفاتحة مشان خناقة بكرة الله بيدبرنا. تعرفي يا فاطيني أوقات بحس إني أنا بحبك،
وأوقات بحس إني بحبك. هلا قوم معي. يلا ولك يلا قوم. شايف؟ هديك هي أوضتها. بس مو باينة هلا شنو راخي الستاير يعني. شحخ. كانت أما تغسل. شايف؟ شو ما بتشبهني؟ فعلا. لك انت شو؟ مين مسلطك علينا؟ شايف شو؟ عصبية؟ فعلا. استحي على حالك، لاحقني من قرنة لقرنة. فكرك ما شفتك، بس ما حبيت اعمل لك اللازم بالطريق. يظهر انه شافتني يعني؟ لا، وجايب لي رفيق على اساس نحنا تنتين وهن اتنين. شو فكرك رح يطلع لك معنا؟ افتكرت انه الي غير مقرب يعني. وبعدك عم تبحلق فيه وتضحك؟ لك انت ما فيك دم؟ يا ربي تحمد طوشي. يا ابو رغد وصلتك علينا. انا قدك وقده. وينك ابو رغد؟ انا محترمه سنك وما عم احكي معك طالع نازل، بس يكون بفكرك الاوضه ما رح نتركها وزياده ما في. يا طماع يا قليل الوجدان. جبت لك مين يا عصرك عصر؟ إلي كنك بتلقي. ايه بعت لك لقوي. حبيب قلبي ابو الهنا، الخمسة وعشرين صاروا خمسين، شوف شغلك. بتعرف قال اخونا ابو رغد مفتكرنا انه نحنا معه يعني. خلي مفتكر هيك احسن ما يدفع لهم ليطفشوك. مو مشكلة بزد له اجرة الاوضة. ما بيمشي الحال لانه بينتها اقوى منك. بتعرف أنا انبسطت شنا قد حالها يعني، بس شفت ما أحلاها هي متخانق. فعلا أنا مالي مبسوط هيك، مالي مبسوط. أنا هلأ طالع إلها، أنا أبوكي، ما بصير تحكي معي بهالأسلوب. أوه عمي بتنزعلنا الطبخة كلها ياتها. وإمتى بدها تستوي الطبخة هاي؟ هلا رفيقتها وين؟ من بكير راحت على الشغل. قلت لها صباح الخير قامت هربت. بس امل ما استرجيت لها صباح الخير. تعريف اجالك ببالي بال. شو؟ مشي لقلك. لحظة لا تفتح، بلكي لاطيت لنا برا. مو بايني يظهر انه خلصت نشر غسيل. افتعلك انا مالك. طمنوني عم الضبطي لسه شنو باينتها شموسه يعني. بعرف لولا هيك كنت انا طفشتهم ووفرت على حالي ال 25 ورقه. شو 25؟ هو شاهد وعدتني ب 50 وكاستين شاي. اطلاوطي يا اختي. عمي رفيقتها حسنة وين بتشتغل؟ ليش؟ قلت لي ليش؟ لازم نبلش خطط التطفيش من هنيك ونجي فيها لهون. معاوطه يعني؟ يا عيني عليك يا عمي ابو رغد شو ذكي، فهمت على الطاير. قل له بقيه الخطه. قل له اياها كمان انا هم يعني بفهمها. شوف عمي هن التنتين قوايا، مشان هيك بدنا نرمي بيناتهم مشان يضعفوا. بقى شو رايك؟ بركي طولت الشغله. عرب كيف بدها تطول؟ فتشه واحده بيتدفعوا. بقى وين بتشتغل؟
هديك هي. مرحبا. أهلا وسهلا. في موضوع لازم تعرفيه، إذا عندك استعداد تسمعينا. تفضل سامعتك. لحتى أطمنك أكثر بعرفك على حالي، أنا صحفي من جريدة الينبوع، اسمي رامز لحام. بتصور سامع باسمك، ما بتكتب زاوية كلمة ورا تغطاها؟ تماما، بتصور صار الموضوع شوي أسهل هلا. وهذا المتصابي معك؟ ما هو الموضوع؟ والشي اللي فهمتوه عنه انت ورفيقتك امل اكيد غلط. وكيف ممكن نفهمه؟ يا ريت تقترحي اي مكان وزمان يناسبك، لانه هون صعب والمساله شوي شرحها بيطول. ما بدها شرح كتير، يسكر شباكه ونفهمه صح. الموضوع ما له علاقه بالشبابيك، لو كان بس هيك ما كان في ضروره نجي لعندك. المساله اخطر بكتير ولازم تطلعي علي انت تحديدا. معقول؟ طيب وكيف تحملت كل هالظلم؟ عمو بنسى الظلم والظلام وكل الأحلاف الاستعمارية البغيضة، بس ترجع لي بنتي اللي حرموني منها بعد ما حرموني من أمها. ولو عمي 20 سنة ما هدوا حيلك، هدت حيلك اللحظة. شوفي عمو شوفي تفضلي. اي صورة صورناها، يعني كنا اي نصور لما حط رجل لورا رجل قدام، 1 2 3 وفقسنا فأستلهم الصورة. هي أمال عندها نفس الصورة هي وأمها. هي صورناها بالفيلا، يعني كنا بالفيلا. هي طول بالك عمي غوار. هي ما من وقتها عمي غوار، طول بالك من وقتها ما عاد شفتها. كرمالي يا عمي ما بعرف. عمي غوار طول بالك. أبو الهنا. إيه مو مشكلة، الآنسة حسنا فهمت القصة، ما عاد في داعي نخبي عليه. وهي بوسي حتى تروق. لا لا لا، كان بوسي تانية بروق أكتر. لو تشوفي لو تشوفيها عمو، لو تشوفينا شلون هي تبهدلني وأنا مبسوط. لك ضرب الحبيب زبيب. لا لا ما وصلت للضرب. المهم كيف بدك تساعدينا هلأ؟ ما بعرف، بس لازم نفكر مع بعض، لأنه مو معقول إلا هذا أبوكي هيك خبط لزق، لأنه ما عندك فكرة قديش بتكرهه، يعني على قد ما عانت بعمرها. هذا اللي قالنا يا الأستاذ عبد الرحمن. طيب يعني شو جنيت أنا يا تكرهني؟ عمو هل بتعرفوا أنه أبوه قتل أمه من شان شوية مصاغ؟ قلبي قلبي فحم عليها وعلى أمه. لازم نلاقي طريقة نقربهم من بعضهم ولو مؤقتا، على شرط بدون ما تعرف أنه أبوه. والله بتقتله. طيب وإمتى يعني بدها تعرف؟ الشغلة بدها راس خيط يثبت براءتك. طيب ممكن إعادة المحاكمة عن طريق محامي أو إعادة التحقيق؟ الشغلة من 20 سنة واللي شهدوا ضده صاروا أكبر من الشهادة. طيب مؤقتا رح بخترع لها قصة وبعزمك لعنا على فنجان قهوة. بس على شرط عمو، أنا اللي بساوي لها قهوة. لا أول مرة ترك علي يا عمي أبو الهنا. لا غوار معلش شنو صارت تعرف. لازم ضلنا ديلك أبو الهنا حتى ما أغلط قدام أمال. وأنا ما بنعزم. طول بالك المرة الثانية، حاكم ما بعرفه على زميل إلي بالشغل أو بالجامعة إلا وبتقلي. ومين قال لك بدي عريس؟ آخر واحد طرقته بوكس قبل ما يمد إيده ويصافحها، قال ليش غمزة؟ يا حبيبتي يا حبيبتي هالأمل يا رامز، بضل قلبي الهدى بالهدى مو خوفي عليها. بتخوف بلد، منيحة اللي ما عملت لك شي لما لحقتها اليوم الصبح. الله ستر. أنا بتسمحولي لأنها بتكون عم تستناني هلأ على الغداء. طبعاً لا شفتكن ولا شفتوني. أكيد. طيب وإمتى عزيمة القهوة يعني؟ بكرة بعد الظهر لكون رجعت من الشغل. طيب ومن هون يا بكرة كيف بدي شوفها؟ أنا بخلي لك البرداية مفتوحة وإنت لا تلزق بالشباك، عود بصدر الأوضة ما بتبين. تشرفنا سيد رامز، كتير سعيدة بمعرفتك. أنا بشعر بنفس السعادة. وأنا كمان اليوم كتير كتير سعدان اليوم. لما الواحد بيشوف مثلك بيقول لسه الدنيا بخير. ولازم تضل بخير. خلينا نشوفك. ها إن شاء الله الأيام جاية كتير، المهم نوصلهم لبعض. اجي معك. شو تجي معي؟ قصر لك عني شي نص ساعة زمان. إيه والله بتكشفنا. يلا بخاطركم. مع السلامة. وين رايح؟ تفضل
مو عازمني على سندويش مدور؟ صح يا امو، كنت حنسى. شنطة مقفولة وقالوا له خدها لمكتبنا بحلب. وما فتحها يعرف شو فيها؟ امتى كان شوفير يفتح شنطة لمعلمه؟ ايه وبعدين؟ لحظة، نسيتيني كيف حكالي القصة. ايه عالطريق وقفته دورية، شو في بالشنطة؟ ما بعرف. قولي كسروا الشنطة. يا حرام، طلعت مخدرات وعلق 20 سنة بالسجن. طيب ما قال لهم انه الشنطة مو إلي؟ شو الفايدة؟ معلمينه متمكنين قدروا يدبروا 100 شاهد انه الشنطة إله. لا قوم شوف شنطتي، أكيد حشتي لي فيها شيء. دفسي وليه؟ يلا بكره بشوفه على ضوء. يا حرام، كان من رجعته من حلب بده يطلع أخته من المستشفى. هي اللي معها هداك المرض. تمام، لأنه الدكاترة قالوا له ما بقى نقدر نعمل لها شيء. وهلا يا حرام ما بيعرف اخته عايشة ولا ميتة، وعم يدور وما يروح يسأل عنا مطرح ما كانوا ساكني. هلا اذا انا غبت عنك فجأة 20 سنة برجع بلاقيكي بهالأوضة؟ انا بجوز تلاقيني، بس ابو رغا اكيد لا. وهن شروانة كانوا اخذين أوضة عند جماعة، ولما طلع من السجن الحارة كلها ملاقاها، اصلا محلها صار بنايات. وماله اهل يسأل؟ شرواكي مقطوع من شجرة، ماله غير هالأخت وهي مالها غيره. ايه وانا شو علاقتي بموضوعه؟ ها اجينا للخلاصة. علاقتك انك بتشبهي اخته لما كانت بعمرك، وهو يا حرام كل ما عم بيشوفك عم يتخيلك هي. دخليك ايمتى حكالك هالسيرة؟ الصبح وأنا رايحة على الشغل كان جاي، لأنه هو بيشتغل ناطور ليلي بجريدة. قال لي حاسس إنكم زعلانين مني، اسمحي لي وصلك وأحكي لك قصتي. ما خرطت مشطي هالقصة. دخيل مشتك يا أم شعر منك واش. إيه شو هالصدفة هاي؟ نهار هاللي بده يطالع أخته من المستشفى يفوت على الحبس؟ إيه ليش لا؟ اصلا صدفه صايره بميت فيلم. يعني القصه شايفتيها فيلم. نامي وليه. بطوله مين؟ امال هلا رح تجذبيها؟ يعني هو ليش كان عم يبصبص عليكي؟ شو يعني بده يتجوزك؟ لقيت لك ثغره بالقصه. طالما مقطوع من شجره وماله متجوز، مين هذا الشاب اللي كان معه وشو دوره؟ هذا صحفي بيشتغل بالجريدة، سمع بقصته وعم يحاول يساعده، بلكي بيلاقي خبر عن أخته. لقيت لك ثغرة تانية. ليش اسمه أبو الهنا؟ معناته متجوز وعنده هنا. لك دخيلة أجازة كريستي، اندفسي بقى اندفسي. لقيت لك ثغرة ثالثة.
رح نادي له يجي يشرب عنا فنجان قهوة. إذا بدك أنا بروح. لا لا بلا، أنت بخاف منك. يا ريت قلنا له على الغدا، أكيد ما عنده حدا يطبخ له. بلاها هالدلقة، شي منه ولا كله، فنجان قهوة وخاطرك مع السلامة. مرحبا. أهلين. شو وينه عمو أبو الهنا؟ يا أنا عمو أبو الهنا. شو عامل بحالك؟ لك والله ما عرفتك. شني حلقت دقني يعني احتفالا بالمناسبة اليوم. إيه هيك أحلى، إن شاء الله ألف نعيمان. ينعم عليك إلهي يا رب. شو هالجخ كله؟ بالمسرح قالوا لي استعير شو ما بدك من مستودع الملابس والبس. هذا الجاكيت وهي الجرافي تبعات مسرحية ويست سايد ستوري. طيب يلا تفضل. يلا. المهم انت مضوع اختك. انا مالي اخت. هاي القصة وامل بتشبهها، مشان هيك بطل لك تبحلق فيها. يلا تفضل. يلا. شو هدول؟ هدول وردات جايب لكم ياهن شنو اول زيارة. وليش هالوردات؟ خلص خليهم لغير مرة. غير مرة بجيب غيرهم بيتبلوا بعدين. خلاص بتجيب غيرهم حتى ما تبين انها مركبة. يلا امشي. يلا مالك. اهلا وسهلا جارنا، تفضل. أجي. تفضل ابو الهنا، ليش واقف؟ ما بدي ضايقكم. بالعكس اهلا وسهلا فيك. كيف بتحب قهوتك؟ هيا الله. شي ما عزبكم. أنا بساويها حلاوة المصالحة. كيف بتحبها؟ حلوة؟ مرة؟ دلعة؟ خليها مرة حتى ما تتغير علي طعمة الأيام يعني. إن شاء الله الأيام بتتعدل معك يا عمو وبتشرب قطر. إن شاء الله. عمو أنا كتير آسفة لأني فهمتك غلط. لما معك حق عمو تفهمي مثل ما فهمتي، لأنه ما حدا عم يفهم شيء أبدا. الوضع بالمنطقة كله مكركب يعني، وجرايد بتقول بده يصير سلم، جرايد بتقول بده يصير حرب. ما بنفهم. يصير أحسن من هالعيشة. شبه هالعيشة تضربي أنت وياها. إذا أجيت على الدنيا أم قتيلة وأب مجرم. خلصنا هلأ عمو أبو الهنا مو ناقصه. هم اشكيله همي ليخفف همه، لانه هاللي بيشوف مصيبه غيره بتهون عليه مصيبته. عزمنا عمو ابو الهنا منشان نروق الجو، مو منشان نحط الحزن بجرن ونفتق جروحاتنا. اسفي عمو، بس سيري وانفتحت. ايه سكريه. وانا هاللي جنني هذا الشاب اللي كان معك بالشباك. قلت لحالي شو لم شاب على ختيار، معناتها مستقصديننا والشغله فيها لنا. قلت لك هذا صحفي بيشتغل عند عمو ابو الهنا بالجريده وسمع بقصته وعم يحاول يساعده. لا هو مو 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 هو بيشتغل عندي، انا بشتغل عنده، هو صحفي انا اذن يعني بالجريده. قلتي لي بعدين، بس بالاول ما كنت فهمانه الطبخه. اي من امتى كنت تفهمي؟ انت ما تكوني محلي كيف تفهميها؟ هذيك اليوم لما اجى العم بالليل مو متي من رعبتك؟ ايه مزبوط، بس مو مين ما قال لي ما احلى تحلى بعينك ببوكسو. لا 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 عمو، لا تبوكسو تبوكسو. شفتي هاللي بيفهم؟ يعني حتى لو بوكستني الي ما كنت بزعل. وهاللي زاد الطين بل نهارها، انك لحقتني من قرنة لقرنة بالطريق. ايه ايه عمو، شنو انا يعني خفت يقوم حدا يضايقك بهالطريق، لانه بحس انه انت مثل بنتي. مثل اختك. مثل اختك لانها بتشبهها. ايه مثل اختي. شو قلت انا؟ قلت بنتي. مثل اختي شنك بتشبهها. شوفي لي فنجان.
أول شي بدي أشوف فنجان عمو أبو الهنا. إيه عمو، حسنا كتير شاطرة بالفنجان وبتكذب كل كذبة هالقد. سمعينا عمو، عندك مفترج؟ أرجيني؟ إيه والله. ليكو لك هذا المفترج هي زعلي، هي الزعلة اللي كانت بيني وبينك. الحمد لله وهلأ راحت. إذا راحت ليش ردت طلعت الفنجان؟ آه لأنه كله طحل. قد ما بتعرف تعمل قهوة عمو، المرة الجاي عمليها أنت. وإمتى إن شاء الله المرة الجاي؟ إمتى ما بدك، المهم عندك مفترج. هي معناتها بإذن الله، إذا الله ما خيبنيها بوقت قريب بدك تسمع خبر حلو عن أختك. عمو لحتى يزبط الفنجان اعتبرني اختك الكذابيه، من هون لتلاقي اختك الحقيقيه. يا ريت يا عمو يا ريت. ايه عمو، وهينكايب ابو رغد كمان. عجبكم؟ قال دفع لي مشان طفشكم. كثير توفق. تعالوا نمثل عليه خناقه، بلكي بتاخذ منه ال 25 ليره. ايه ايه ايه. لك اسكتوا، لك زادوا رفع لي اياهم لل 50 هلا. ان شاء الله ليره، مشت هي مص دمه لانه بفرنك. خلينا نعزمك بكره على الغدا وبنعمل لك كواج. الاساس بتعرف تعمل غيره. لا معلش، يعني بدكم تسمحوا لي بكره. ما بقدر. اجلوا لي اياها العزيمه تبع بكره. شنو بكره؟ انا بدي اعزمكم لانه عندي مناسبه كتير كتير مهمه. وشو هالمناسبه الكتير مهمه؟ بكره بدي اشوف رفيقي من 20 سنة، وعده الساعة 12. تمام. من 20 سنة وعده الساعة 12؟ ايه ايه، بس هو يعني ما معه ساعة. معقولة هاي؟ بتعرف عمو، يا ريت الله رزقني بأب وفي مثلك، بس يا خسارة. تبناها عمو؟ ايه عمو اتبناني، بلكي بخلص منها. كتير مضايقتك. لك هتعدي بوشي طول العمر. ايه والله بطق. تعالوا لكم احسن ما تختلفوا. بتبناكم انتو التنتين يعني. انتي مثل بنتي وانتي مثل اختي. يا اما بالعكس يعني. انتي مثل بنتي وانتي مثل اختي.